تستمعون الآن لبرنامج محبة الله، إعداد وتقديم الأخ ليث، حيث نتعرف في هذا البرنامج على محبة الله المنسكبة في قلوب الكثيرين بالشكل يومي وكيفية الحصول عليها. والآن نترككم مع حلقة هذا اليوم. مرحبا بكم أعزائي المستمعين. عنوان تأملنا لهذا اليوم هو المسيح يصعد إلى السماء. البعض يشككون في موت وقيامة المسيح، ويعتقدون أن الشخص اللي صلب ما كان المسيح بل شبيه له. بس ليش المسيحية ما تبنت هذا الفكر؟ هل هناك أسباب لهذا الرفض؟ أم هو مجرد إصرار على رأي؟ رح نتأمل اليوم من سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول. خلونا نستمع للنص. الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه، بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة، بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيلبس وتوما وبرثولماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. لاحظ أعزائي، هنا الكاتب هو شخص طبيب اسمه لوقا. هذا الطبيب كان دا يكتب إلى شخص اسمه ثاوفيلس، فدا يقول له أنه أنا دا أكتب لك عن كل اللي صنعه المسيح، لأن أنا كنت شاهد عيان. فالموضوع كان أكو بي شهود عيان أمينين ما عندهم أي مصلحة معينة إلا نقل الحقيقة، ومثل هيك شخص طبيب ما ممكن نشك بي، لأن هو مو فت قائد روحي أو عنده مصلحة معينة للميل مع شيء على حساب الآخر، بل هو شخص متجرد منقاد بروح الرب حتى يوصل لنا الحقيقة مثل ما هي. فدا يقول له: دا أشرح لك كل اللي سواه المسيح خلال خدمته الأرضية إلى اليوم اللي ارتفع به. فإذا كان أكو حدث تاريخي حصل أمام التلاميذ، وهو صعود المسيح نفسا وجسدا إلى السماء، يعني صعوده كان بمرآهم، هم دي يشوفوه مو شيء سمعوا عنه.
هذا الشيء أيضا أكد بطرس الرسول في إحدى رسائله، قال إحنا شاهدناه وهو دا يصعد. شو وقت؟ بعد ما أوصاهم بالروح القدس أن ينفذون كل الوصايا اللي وصاهم عليها، ويقول الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما. يعني لاحظ عزيزي، أنا كإنسان مسيحي أجي أقرأ هذا الكتاب اللي هو مكتوب من شخص طبيب، ليحكي لي الحقائق مثل ما صارت، ليقول لي ترى المسيح بعد ما قام من القبر بقى 40 يوم يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت السماء، يشوفهم آثار المسامير في جسده، يأكل ويشرب وياهم، يصنع لهم معجزات، هاي كلها دا نحكي ما بعد الصلب والموت والقيامة. فالموضوع أنا ما أقدر أجي أطعنه بهاي البساطة وأقول ما صار الصلب أبدا، لأنه المسيح نفسه المسيح القائم من بين الأموات كان دي يثبتهم في موضوع الصلب. ترى هذا اللي انصلب آني مو غيري، كان أكو واحد دي يشك بي اسمه توما، قال لهم آني ما أثق أنه هذا هو اللي قام من بين الأموات، لا أكيد أكو شيء مو صحيح بهذا الموضوع، مثل الملايين اللي يشكون في هذا اليوم. إيش سوى السيد المسيح؟ ظهر له فجأة قال له تعال توما، حط إصبعك في أثر المسمار اللي بإيدي وكون مؤمن. فخر على رجليه وقال له ربي وإلهي. هل المسيح ما كان يعرف أنه راح تصير شكوك حول موته وقيامته؟ بالتأكيد نعم، ولذلك قرر أنه راح يبقى وياهم 40 يوم بعد القيامة من الأموات حتى يثبتهم بكل هاي الحقائق. فنشوف أنه بدأ يكلمهم بتفاصيل أخرى، قالهم اثبتوا ابقوا هنانا إلى أن رح يجيكم موعد أبي، رح يحل عليكم الروح القدس، وهذه هي اللي وعدهم بيها قبل أن يصلب. قالهم لأن هاي الروح القدس رح تعمدكم، وقالهم ترى هاي ما رح تكون بعد هاي الأيام بهواية. فنشوف أنه التلاميذ بدأوا يسألوا أسئلة، قالوا له يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ بطبيعة الإنسان يحب يتساءل عن الأزمنة والأوقات، وهذا الشيء يخالف إرادة الله، لأن الله يريدنا نسلك دائما باجتهاد، دائما يريدنا نطمح نحو معرفته والتقرب من عنده، من دون أن نلتهي شنو اللي رح يصير باكر وشون رح تكون الظروف. كلا، إحنا في هذا اليوم نعمل الشيء المكلفين به من قبل روح الله حتى نكون مجتهدين، لأنه إذا رح نحط في بالنا فكرة أنه في يوم من الأيام رح يصير الحدث الفلاني، ما رح نقدر نجتهد، رح نقولب نفسنا حول ذاك الحدث. بينما الله يريدنا نكون منفتحين لروح القدوس، هو يأخذنا هنا ويجيبنا هنا حتى يحقق مشيئته الصالحة لخلاص النفوس. فجاوبهم المسيح قالهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، بس رح تنالون قوة شوكت ما حل الروح القدس عليكم. نعم عزيزي، هاي القوة اللي هي معروضة إلك في هذا اليوم، بس هاي القوة ما رح أقدر أخذها إذا ما أنا آمنت أنه المسيح مات من أجلي وقام وصعد إلى السماء في مرأة عيون الكثيرين. بس رح تقول لي أنا دائما أسمع أنه هو ما مات وأكو شخص ثاني أخذ مكانه. أقول لك ما يخالف عزيزي، خلي يكون عندك شكوك، بس هاي الشكوك خلي تكون سليمة، خلي تكون فقط لغرض الاطمئنان، لغرض التأكد، مو لغرض التشكيك وتثبت أنه فكرك هو الصحيح. لأنه إن كان عندك شك سليم إيجابي، ثق واعتقد أنه المسيح رح يظهر إليك مثل ما ظهر إلى توما، إن كنت تؤمن أنه هو الآن حي وهو قادر أنه يتعامل ويا أسئلتك. لذلك وفر الإرادة الصالحة، القلب النقي الباحث عن الحقيقة، لأنه هذا الموضوع عزيزي مهم جدا لحياتك. إيمانك بموت وقيامة المسيح وصعوده إلى السماء رح يجلب لك روح الله القدوس. وتعرف روح الله القدوس شو تسوي؟ رح ترشدك إلى خطة الله لحياتك، رح هي تقودك نحو أمجاد أبدية متزول. والشيء الآخر العظيم أنه هي اللي رح تقيمك من بين الأموات من رح يجي المسيح حتى يختطف كنيسته. فالموضوع مرتب وحكى عنه السيد المسيح في مواقف كثيرة. إذا تقرأ الإنجيل المقدس العهد الجديد راح تشوف هاي الأمور كلها مشروحة،
وبشكل ما يقبل الشك. فأني إنسان مسيحي من أجي وأقرأ كل هاي التفاصيل ما رح يبقى عندي شك بشخصية المصلوب، لأن الموضوع هو مو كان فقط أثناء حدث الصلب وراها اختفى المسيح، حتى أقدر أقول أوه ممكن أنه هذا الشيء يكون أحد تلاميذه أخذ صورته، أو الله صنع شبيه إلى، حاشا لله طبعا أنه يصنع هيك شيء، لأنه هذا الموضوع بيغش وخداع للناس، للحكومة، لأم يسوع، غش وخداع هذا. إن كان الله قد استبدل المسيح بشخص آخر وأم يسوع جالسة عند القبر تبكي، فتخيل حجم المكر والخداع اللي صنعه الله حاشا لله في مثل هيك عمل. بس هو الموضوع مو بهذا الشكل، الموضوع ما كان فقط هو عند الصلب، بس كان أكو أحداث وأيام 40 يوم هو يجول في وسطهم ويكلمهم ويشوفهم نفسه ما بعد القيامة. فأني من أجي أقرأ هيك شيء أشوف أي كلام آخر ما إلى قيمة، ما ممكن يكون صحيح، لأنه هاي أحداث تاريخية أعزائي، وكان أكو شهود كثيرين. يعني هذولا اللي كتبوا إلنا فقط هم 4، لوقا ومتى ويوحنا ومرقص، هاي عدا الكثيرين الآخرين اللي شاهدوا، بينما الرأي الآخر ما بأي شاهد. ما فد يوم إجا واحد من القدماء، من اللي عاينوا، من اللي كانوا في أيام المسيح وقال إحنا نشك إنه هذا المصلوب ما كان هو، ماكو أي شيء من هذا القبيل. يكمل النص يقول ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض، وقالا أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. لاحظ عزيزي أكو تفاصيل، أكو أشخاص يجوي وتكلموا، وأكو سحابة، وهذولا كلهم ناس بالغين، ناس موثوقين، ما عندهم أي مصلحة أنه يبالغون بالحقيقة. وهيك حدث ما صاير قبل، أنه شخص يرتفع أمام مرأة تلاميذة. يعني حتى في وقت إيلية الموضوع كان خطف سريع جدا، ما لحقوا يشوفون شيء، بس هنا لا، الكل دي يشاهدوه بشكل طبيعي وهو دي يصعد إلى السماء. ليش؟ لأن هو يعرف جيدا رح يأتي بعد أشخاص ويقولون ترى هذا مو هو اللي انصلب. من هنا راد يثبتهم بهاي الحقيقة، وبإيحاء الروح القدس كلف هذا الطبيب أن يكتب لنا حتى نكون ثابتين في الحق. شنو ممكن يفيدك أنت شخصيا عزيزي المستمع هذا الموضوع؟ شنو اللي رح يخدمك موضوع صعود المسيح إلى السماء بعد موته وقيامته عن صعوده من دون موته وقيامته؟ الموت والقيامة عزيزي نفذت لأجلك أنت، المسيح حمل كل خطاياك، كل شيء إحنا نقترفه في جسدنا المولود بالخطيئة حمل المسيح على الصليب وانطانا بره وقداسته. فالموضوع ترى هو مو حدث تاريخي، مو استعراض عضلات أبدا، الموضوع بفداء لك بشكل شخصي. منو اللي يريد يشككك بكل هاي الحقائق؟ اللي ما يريدك تحصل على هذا الخلاص، هذا الخلاص المجاني اللي أعد لك حتى تقف مبرر أمام الله في يوم الدينونة. الله ما يريدك عزيزي تقف وتقول لأني سويت شوية أعمال صالحة، بس بنفس الوقت أنا كان عندي أخطاء هواية وأني ما أعرف وين رح أروح. لا، الله يريدك تصعد إلى السماء تقول له صحيح أنا إنسان خاطئ، بس أنا قبلت فداء المسيح اللي دفع عني كل ثمن الخطيئة، فأني أقف أمامك يا الله مبرر الآن، ولأنه أني قبلت خلاص المسيح فهذا الخلاص أحدث فيه تغيير قام يقودني إلى أنه أني أرفض الخطيئة بعد ما بقيت أستمتع بيها. فمن هنا بديت أنمو نحو القداسة والبر، صار عندي اقتراب يومي من الله الآب، وهذا هو اللي الله يرغب إلي وإلك عزيزي المستمع، هو أن نقترب منه بشكل يومي، أن نتعرف عليه، أن ننشئ علاقة شخصية وياه، أن نتكلم ويكلمنا، لأنه أكو مشاريع كبيرة وكثيرة جدا علينا أن ننجزها على هاي الأرض. يكمل النص يقول حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. يعني لاحظ حتى أسماء الجبال أشياء كلها موجودة حقيقية،
هذا هو الجبل اللي صعد من عند المسيح الذي هو بالقرب من أورشليم، ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيلبس وتوما وبرثلماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. لاحظ عزيزي، هذولا كلهم كانوا شهود، هذولا كلهم عاينة والمسيح هو دا يصعد إلى السماء. فأني أجي هذولا كلهم ما أصدقهم وأصدق فكر آخر يأتي بعد مئات السنين يقول لي ترى المسيح مو هو اللي انصلب. يعني بالحقيقة شيء لا يمكن أن يصدق، لأنه الحقيقة الناصعة هي الأقرب إلى الواقع، الشهود اللي كانوا دا يعاينون. أني هذولا اللي أبني إيماني عليهم. فيقول هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع أخوته. شنو اللي خليني أثق بهؤلاء الرجال عزيزي؟ هو استشهادهم من أجل هذا الشيء. يعني هم ماتوا من أجل هذا الإيمان اللي هم عاينوه بعيونهم، لأنه هذولا بعد أن حل عليهم الروح القدس ذهبوا وبشروا كل المسكونة بموت وقيامة وصعود المسيح إلى السماء. فاللي يستشهد على هذا الإيمان وهو كان دايعاين وكاتب لي أنا أصدقه، بينما لو كان في كلامه غش ما كان رح يستشهد من أجل هذا الإيمان. خلونا الآن نستمع إلى الإصحاح الثاني من سفر الأعمال اللي رح ينطينا تفاصيل أخرى عن حياة الرسل ما بعد صعود المسيح. ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ فرتيون وماديون وعيلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبنتس وآسية وفريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبية التي نحو القيروان، والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء، كريتيون وعرب، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ وكان آخرون يستهزئون قائلين: إنهم قد امتلأوا سلافة. فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم وأصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير.
ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني لكي لا أتزعزع. لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، ولا تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة، وستملأني سرورا مع وجهك. أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود: إنه مات ودفن، وقبره عندنا حتى هذا اليوم. فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح، أنه لم تترك نفسه في الهاوية، ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا أقامه الله، ونحن جميعا شهود لذلك. وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. لأن داود لم يصعد إلى السماوات، وهو نفسه يقول: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدمي. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيح. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم، وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا، وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلى هنا. وبأقوال أخرى كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا: اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشرك وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون.
الكنز الحقيقي عندك ما يصدي لا ما يقل، كنزي معرفتي بشخصك حبك الما ينمل، كنزي الحقيقي عندك ما يصدي لا ما يقل، كنزي معرفتي بشخصك حبك الما ينمل. يا البرك صار عليا، يا الروحك ساكن بيا، دمك خط الخطية وانطاني خلاص هدية. يا البرك صار عليا، يا الروحك ساكن. نشوف في هذا الإصحاح ابتدأت مرحلة المعجزات، ابتدأت قوة الله تعمل من بعد صعود المسيح، لأن الكتاب يقول المسيح صعد سبا سبيا وأعطى الناس عطايا، لأنه بصعوده منح قوة الروح القدس للمؤمنين اللي ابتدأت الآن بالعمل. وهذا أيضا اللي يريد ينطيك يا عزيزي المستمع، من تقبل فداء الرب يسوع المسيح وتأخذ عطية الروح القدس راح تبدأ بالعمل مباشرة، راح تأخذ فترة إعداد وياك، بس العمل راح يبتدأ. قد يبتدأ بيك أولا، يبتدأ بأنه أنت تتغير وتبدأ تتشكل إنسان جديد مبني على صورة المسيح. فهو بالحقيقة عمل إلهي يتم أولا من خلالك حتى بعدين ينعكس للآخرين. لاحظ عزيزي العظة اللي قدمها بطرس، عظة عظيمة جدا تشرح بالضبط كل اللي صار مع المسيح. وهذا الشخص كان صياد سمك، إنسان بسيط جدا، بشوف الحقائق اللي دا يتكلمها بثقة، وأنه هو كان شاهد عيان، وشون دا يربط المزمور اللي تحدث به داود الملك اللي قال لن تدع تقيك يرى فسادا، وشون ربطه أنه المسيح بعد ما مات ما كان للموت سلطان عليه، فكان يجب أن يقوم من بين الأموات. لذلك كلام هذا الرجل كان مؤثر جدا على الموجودين. تعرف عزيزي شقد خلصوا في ذلك اليوم؟ 3000 نفس. فهل ترغب أن تكون واحد من عدهم؟ صلي معي إن أردت. يا إلهي الحي، أني أرغب بالحصول على خلاصك، أرغب أن أتبرر أمامك وأكون إنسان جديد، أرغب بالتقرب منك بشكل يومي، وأرغب باختبار القيامة من بين الأموات في يوم مجيء المسيح. ثبتني على الإيمان الصحيح يا رب، ارشدني إلى الطريق الذي يقودني إليك، ارشدني إلى كل الحق المعلن من عندك. لا تسمح لإبليس أن يخدعني ويقودني إلى الهاوية المعدة له، بل اجتذبني إليك يا رب، واجعلني أحظى بالأمجاد الأبدية باسم المسيح، آمين. أصلي أن يكون تأملنا لهذا اليوم سبب بركة لحياتكم، ولأن نلقاكم في الحلقة المقبلة أرجو أن تكونوا في أمان الله وحفظه. مع برنامج محبة الله، إعداد وتقديم الأخ ليث. نصلي أن تكون حلقة هذا اليوم سبب تعزية وبركة لحياتكم، ودمتم في محبة الله.